اكيد لما مصر بتعمل حاجه بتعمل حاجه تكون يعني، ونتمنى دايما تكون سباقه فيها. فلما يكون الانديه الوطنيه المصريه ان هي تتنافس بهذا الشكل، وان هي تتفاعل مع الجانب الاستثماري، وان تبدا تخرج عن الاطر المعهوده، وان هي تبدا تكون منتجه، منتجه مع المجتمع، ان قطاع خاص موجود، وقطاع خاص انا شايف مجموعه من الشباب اللي موجودين بافكار وشركات ليها تقل، ان هي بتتفاعل وتتعاون مع مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي ان يتعمل معرض كبير. يمكن احنا من فتره صغيره وفي مركز الاولمبي في المعادي بنعمل بوشنج، نعمل دفع، والبوشنج ده نتج عن معرض رياضي وعملنا له افتتاح، وقلنا احنا هنشجع الموضوع ده بشكل كبير في المجتمع. كنتش عارف طبعا ان في معرض تاني الموجود النهارده، لكن هنشجع ده، وعايزين لما هنشجع ده المعارض بتجتذب رؤوس الاموال والشركات اللي بتشتغل في المنتج الرياضي ان هي تعرض وتبيع، وسواء على الناتج او الجانب المحلي، او كمان لما يكون الشركات الكبيره الاجنبيه اللي تيجي مصر، وده جزء من السبورتس توريزم او السياحه الرياضيه. فالنهارده لما يكون في شق اخر وان يكون في معرض كبير ومعدل التداول اللي سمعته 20,000 زائر التنبؤ بيه، وان هو يكون في مكان متخصص لارض معارض، ده شيء مهم جدا ان بنثبت فيه تاني وتالت ورابع ان التجربه الجديده من خلال نادي قومي كبير زي النادي الاهلي، وان هو بيروح للمجتمع وبيتفاعل مع القطاع الخاص وبينتج البدايه الاولى اللي هتستمر، لان اكيد ده هيكون يعني برضو بنعزز ده مع كل انديه مصر ان هي تبدا تنفتح وتروح للقطاع الاقتصادي اللي موجود، لانه ده نمره واحد مصدر دخل تاني للنادي نفسه، نمره اتنين كمان هو براندنج، يعني النادي براندنج وعلامه تجاريه كبيره، لكن برضو براندنج بيدخل السوق العربي والسوق اللي اكتر وابعد من السوق العربي كمان، لانه هاف تو ليد، يعني مصر خلاص بقت تقود، وده زي او موازي بشكل كبير جدا للمنحة اللي موجوده في مصر. انا بتكلم على المستوى السياسي كمان، ان الحمد لله مصر بتقود خطيره من التنميه وخطيره من الاقتصاد، وعلى راسها سياده الرئيس السيسي. التنميه اللي موجوده من طرق، من كباري، من مدن جديده، من تنميه في قطاعات الصناعه، من تنميه في قطاعات الطاقه، دي كلها اكيد بيوازيها كمان الحراك للسوق بتاعنا احنا، السوق الرياضي بالمؤسسات المختلفه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. فلما بنشوف مؤسسه زي مؤسسة نادي الاهلي، وان شاء الله يكون كل مؤسسات المجتمع بهذا الشكل الرياضي، ان هي كمان بتكون في نفس الركب، بنقول التنميه الرياضيه ماشيه مع بالتوازي مع التنميه اللي موجوده في مصر اقتصاديه وسياسيه، ومعدلات يعني غير مسبوقه احنا شايفين في الاربع سنين اللي موجودين فيها في الحقيقه، بمعدلات تنميه عاليه جدا جدا ان احنا نوصل من هذا الاستقرار الاقتصادي. النهارده من ايام قريبه بنك المعرفه، النهارده مؤتمر اخر لشراكه استراتيجيه بالنسبه لمعرض هام جدا، واهميته كمان ان الدوله هي اخترع هذا الحدث من خلال طبعا وزاره الشباب والرياضه. فالنادي الاهلي بيفكر في الاحداث دي، النادي الاهلي بيفكر دايما يكون له دور مختلف شويه، طبعا دور الرئيس بتاعنا هو الرياضه، لكن يكون هناك كمان دور مختلف شويه، لازم ان احنا نحس بيه. الحقيقه كان اعباء كثيره جدا موجوده على الدوله، النهارده النادي الاهلي ازاي يشارك في هذه الاعباء، وازاي يكون له دور ولو بسيط وصغير في استخدام العلامه التجاريه زي ما قال سياده الوزير بتاعت النادي الاهلي في التفاعل الاقتصادي والتفاعل الشبابي اللي ممكن يكون موجود في بعض الاحداث. من هنا كانت فكره الشريك الاستراتيجي في هذا المعرض، ويمكن احنا النادي الاهلي عاده لما يكون في اي امر كده بنحاول ان احنا ندرسه من كافه الجوانب يعني. فاحنا درسنا الامر ولقينا ان احنا ممكن نحقق بعض الاهداف في هذا الموضوع. من خلال الاهداف ديت، اولا الهدف المجتمعي. ما هو دور النادي الاهلي والانديه كلها؟ ما هو الدور المجتمعي للانديه الرياضيه؟ لازم ان احنا التفاعل المجتمعي دوت لازم نكون احنا موجودين فيه. اعتقد النادي الاهلي بوجود معرض بهذا الحجم على الارض المصريه لازم كلنا نشارك في نجاحه باذن الله. فبوجود رعايه وزاره الشباب والرياضه، ووجود الاهلي باسمه او يعني تاريخه طبعا،
اعتقد ان ممكن يكون هناك في يعني عوامل نجاح باذن الله العزم. احنا بنبص مؤتمرات كثيره جدا موجوده في العالم. لازم يكون عندنا احنا كمان في مصر ان شاء الله معارك كثيره جدا موجوده في العالم. تبقى فيها نجاحات كبيره جدا. عايزين احنا كمان لازم يكون في مصرنا باذن الله وفي بلدنا وارض بلدنا لازم يكون عندنا ان شاء الله نجاح لهذا هذا المعرض باذن الله. كمان يمكن في حاجه مهمه جدا، كل الشركات اللي هي بتعرض منتجاتها في 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 معرض اعتقد الشركات كلها شركات معظمها مصري، في طبعا شركات اجنبيه، ولكن برضو هنا من الدور اللي احنا فكرنا فيه ازاي برعايه وزاره الشباب والرياضه وازاي بوجود النادي الاهلي في المعرض كشريك استراتيجي يمكن الشركات دي يكون ليها عندها متنفس اخر، وان احنا يعني نلقي الضوء على المنتج المصري. المنتج المصري اعتقد ان هو محتاجين كلنا ندعم هذا المنتج دلوقتي جميعا يعني. فده يمكن من الاهداف اللي احنا كنا فكرنا فيها. كمان مش هقدر ان انا انكر ابدا ان هناك في هدف استثماري وهدف تمويلي. النادي الاهلي بحكم شراكته اعتقد ان هيكون هناك مردود تمويلي او ايرادات موجوده تخش لداخل النادي. الايرادات يعني مش عايز اقول تنميه موارد ولكن هي فيها جزء كبير زي ما قال سياده الوزير. كمان مش بس تنميه موارد من الشراكه. وجود النادي الاهلي يكون له موجود مكان داخل المعرض اعتقد هتتيح للنادي الاهلي، احنا يمكن بنفكر وندرس هذا الكلام دلوقتي مع اللجنه المشكله يعني. النادي الاهلي ازاي يسوق عضوياته في الفروع الثلاثه الموجودين او الفروع الاربعه دلوقتي الموجودين. عندنا اربع فروع موجودين بس ثلاث فروع طبعا موجودين. ازاي نسوق عضويات النادي الاهلي؟ ازاي ندي اثناء المعرض الثلاث ايام دول ندي تسهيلات بالنسبه لي الادوات بتاعتنا. ازاي نقدر نعمل دواء ونقدم تبقى فرصه للي يحب ان يكون شريك او يحب يكون عضو بالنادي الاهلي يكون عنده برضه هذه الفرصه من خلال برضه المعرض.